بسم الله الرحمن الرحيم، هنستكمل مع بعض تصميم هيكل البرنامج الجزء السابع. طيب في البداية أنا بس بعتذر عن التأخير الفترة الطويلة اللي فاتت دي، بس إن شاء الله مش هيكون في أي تأخيرات بعد كده وهنمشي بنفس النظام اللي إحنا كنا ماشيين عليه. طيب هيكل البرنامج إيه اللي أنت بتقول عليه؟ إحنا مش عملنا الهيكل. لو تفتكروا يا جماعة إحنا فعلا عملنا الهيكل وكنا صممنا أو برمجنا بمعنى أصح شاشتين اللي هي شاشة الدول وشاشة التصنيفات. كنا صممنا أو برمجنا زرار إضافة وتعديل وحذف ومسح ومسح الكل وجديد، تمام، ولكن ما عملناش الجزء الخاص اللي هو بتاع استرجاع البيانات اللي هو بمعنى أصح السيلكت، تمام. طيب لو تفتكروا معانا الجزء اللي هو بتاع اللوجيك يا جماعة كان موجود فيه البرزنتر والسيرفسز، وقلنا إن السيرفسز هتكون مسؤولة عن العمليات الخاصة بالداتابيز اللي هو أنا بدخل بيانات وبرجع بيانات، تمام. وكان عندنا الكلاس اللي هو اسمه دي بي هيلبر ده، لو نرجع بالذاكره شويه اللي احنا كنا عاملينه كان فيه الداله اللي هي بتاعه جيت كونكشن سترنج اللي انا باختصار كنت بطلع منها الكونكشن سترنج بتاعتي وشرحناها بالتفصيل طبعا. وبعد كده كان عندنا الداله اللي هي اسمها اكزيكيوت داتا، كانت بتاخد تو بارامتر الستورد بروسيجر نيم، وكانت بتاخد الداله اللي هي بتاعه الاكشن او اللي كان بيكون فيها البارامترات بمعنى اصح، تمام. طيب الداله دي لو نفتكر مع بعض كنا كاتبين فوقها ان هي ذيس ميثود تو ميك انسيرت ابديت ديليت اند ديليت اول ان داتابيس، تمام. طيب يعني باختصار الداله دي مسؤوله ان هي تعمل لي اي عمليه انسيرت وابديت وابديت وديليت وديليت اول في اي شاشه من شاشات البرنامج. احنا عملنا شاشه الدول وشاشه التصنيفات، عملنا ديليت وديليت اول والكلام ده كله. طيب خلينا دلوقتي في شاشه الدول، احنا عاوزين اول لما شاشه الدول دي تحمل يجيب لي بيانات الدول كلها هنا، تمام. وبمجرد ما اقلب الاسهم دي يبدا تقلب معايا، يعني باختصار شديد عاوزين نعمل ايه؟ عاوزين نعمل الجيت بقى يعني السيلكت، تمام. طيب نفتح عندنا الاس كيو ال سيرفر، تمام. نجيب هنا مثلا اللايبراري، وطبعا هنا احنا عندنا البروجرامابيلتي، عندنا الستورد بروسيجر، عندنا هنا نخلينا مثلا في الكانتري كانتري جيت اول. لو نفتكر مع بعض الستورد بروسيجر اللي احنا كنا عاملينه ده كان كل وظيفته ان انا لما باجي انفذه بقول له سيلكت اي دي والنيم بس، تمام. طيب دلوقتي ممكن نعمل دول كومنت ننفذه كانه كويري عادي خالص، لما بنفذه بيرجع لي رقم الدوله واسم الدوله. طبعا هو عشان مفيش بيانات فهو راجع لي فاضي. لو مثلا هنقول هنا 1 2 3 وهنا مثلا نقول مصر السعوديه المغرب مثلا، تمام. طيب لو جيت انفذ الكويري ده مره تانية هلاقي رجع لي البيانات دي، رجع لي على شكل جدول. فانا باختصار شديد عاوز اعمل داله، تمام، لما اقول لها والله من فضلك نفذ لي الستورد بروسيجر ده يرجع لي البيانات على شكل جدول، اخدها بقى اعرضها هنا اعمل بيها اللي انا اعمله. المهم ان انا عاوز اعمل ميثود او داله زي اللي هي بتاعه الاكسكيوت داتا دي، ولكن بتنفذ لي موضوع الجيت او بترجع لي البيانات. طبعا هتكون شبيهه بالداله دي بنسبه اكتر من 95%. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد الداله دي كوبي، تمام، زي كده، وننزل تحت نعملها بيست. طبعا هنغير بس الاول الكومنت، هنقول له this method to make، نمسح بس ده، نقول له this method to get any data in table in database. يعني الداله دي مسؤوله ان هي ترجع لي اي بيانات من اي جدول او ستورد بروسيجر، يعني اور ستورد بروسيجر، تمام. عشان بس نكون عارفين هنسمي الداله دي مثلا التانية كانت اكزيكيوت داتا، يعني نفذ نفذ الانسيرت نفذ الابديت نفذ الديليت، دي هنسميها مثلا جيت داتا، تمام. وطبعا هيكون اسمها بابليك ستاتيك مش بول بقى. طيب هنا الداله دي كانت اسمها بول ليه؟ عشان انا كنت بنفذ امر، يعني بقول له دخل لي البيانات، فهي ممكن تخش او ممكن ما تخشش. فلو دخلت بول دي بترجع لي ترو، لو ما دخلتش بيرجع لي فولس. لا هنا انا عاوز في النهايه لما اجيب بيانات يرجع لي الجدول او يرجع لي البيانات على شكل جدول زي ده، ممكن يكون في بيانات او ممكن يكون في فاضي، تمام. والله لو في بيانات يبقى انا هاخد الجدول واشتغل بيه، والله لو فاضي مفيش اي مشكله، تمام. فانا هاجي هنا هقول له النوع هنا داتا تيبل، تمام. طيب طبعا هو هيضرب مشكله هنا لان انا عامل له ريتيرن فولس، طبعا هشيل الفولس والترو الكلام ده كله. عاوزين بس ان احنا في الاخر نقول له من فضلك ريتيرن لي الداتا تيبل، حلو. نيجي هنا في الاخر خالص
عشان بس ما يزعلش مننا هنقول له ايه return TBL. طيب هو معترض لان هو بيقول لي ايه TBL ده اصلا مش موجود عندي. فاحنا مثلا ممكن نيجي فوق هنا هنقول له داتا مثلا تيبل هنسميه تي بي ال بيساوي نيو داتا تيبل. طيب يعني باختصار شديد طبعا التي بي ال انا مش هاخد فيه او الداتا تيبل اسف، لان في الكورس اللي فات او في الدروس اللي هي المبتدئين شرحت ده كله بالتفصيل ممل وفايدته ايه وبيجي في ايه والكلام ده كله. طيب المهم، فانا هنا يا جماعه قلت له ده الداتا تيبل بتاعي تمام اللي انا هخزن فيه البيانات اللي هتجيلي. طيب الداله بتاعتنا هتاخد بارامترات ايه؟ هتاخد تو بارامتر برضو نفس الكلام. اول بارامتر اللي هو ايه؟ اللي هو اسم الستورد بروسيجر اهو، اللي هو اسم الستورد بروسيجر اللي هو في الحاله بتاعتنا دي اسمه ايه؟ اسمه كانتري جيت اول تمام. فانا بقول له من فضلك نفذ لي الستورد بروسيجر ده، النتيجه اللي راجعه هتخزنها لي في التي بي ال ده واعمل لي ليها ريتيرن في الاخر عشان انا اقدر اجي استخدمها بقى واعرضها في الداتا جريد فيو او اعرضها في اي مكان تاني. طيب البارامتر التاني او المتغير التاني اللي هو الاكشن الميثود، طبعا احنا شرحناه بالتفصيل ممل في الدروس اللي فاتت واحنا بنعمل داله الاكزيكيوت داتا، وقلنا ان فايدتها ان انا ببعت فيها عدد البارامترات. لو شفتوا هنا احنا عاملين بارامتر اسمه ميثود، بنيجي هنا نقول له ميثود دوت انفوك تمام، وكنا كاتبين فوقها تو اكزيكيوت ميثود ذات كونتين بارامترز، يعني نفذ لي الداله اللي جايلك. يعني انا بالاخر ببعت له داله على شكل بارامتر. طبعا اللي متلخبط يشوف الدروس اللي فاتت من الاول، الاربع خمس دروس اللي فاتوا هيفهم الحته دي لان انا شرحتها ونفذتها بالتفصيل الممل. طيب هنا يا جماعه احنا هنا بنيجي نقول له الكوماند، يعني الامر بتاعنا برضو بديله الكوماند عندي بياخد الستورد بروسيجر بتاعي والكونكشن جاي من الكونكشن اللي هو جاي من داله جيت كونكشن، ده برضو كلام مش جديد. هنا قلت له الكوماند التايب بتاعي يعني نوع الامر بتاعي ايه يا جماعه؟ ستورد بروسيجر تمام. هنا قلت له نفذ لي البارامترات، البارامترات تاني بنفكر الناس المفروض يكون اسمها كوماند تمام دوت دوت بارامتر دوت ادد تمام، وبين قوسين بكتب له اسم البارامتر والفاليو بتاعه، يعني مثلا اسم البارامتر اي دي والفاليو بتاعته واحد مثلا تمام. المفروض ده الشكل الطبيعي، طبعا ده بارامتر واحد، لو عندي بقى كذا بارامتر بعملهم تحت بعض. فاحنا قلنا لو تفتكروا معانا ان احنا لو عملنا مشينا بالنظام ده هنضطر ان احنا نكرر الداله دي 500 مره تمام. لا احنا بقى الداله اللي هي بتاعت الجيت داتا دي هتبقى ثابته، ولكن الجزء اللي هو بتاع البارامترات اللي جايه لي ده هو اللي هيكون متغير، بنعبر عنه بميثود دوت انفوك. طبعا هننفذها وهنشوف مع ان احنا نفذناها. طيب هنا كونكشن دوت اوبن يعني بنقول له افتح الكونكشن، هنا بقى بنقول له كوماند دوت ايه دوت اكزيكيوت نان كويري تمام. اكزيكيوت نان كويري يعني بقول له نفذ الامر، لا انا هنا عاوز اقول له نفذ الامر ورجع لي البيانات خزنها لي في التي بي ال ده. هنا السطر ده هو اللي هيكون مختلف بين الداله اللي فوق والداله اللي تحت. طيب نكتبه ازاي يا جماعه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. الناس اللي كانت موجوده معانا من زمان عارفين ان احنا كنا بنعمل بنقول له تي بي ال دوت لود يعني حمل لي، وبين قوسين كنا بنقول له ان الكوماند دوت دوت ايه يا جماعه؟ نفتكر كده مع بعض، كنا احنا بنيجي نقول له اكزيكيوت ريدر تمام، ونعمل هنا قوسين زي كده. ده كده النظام القديم بتاعنا وهيشتغل عادي مفيش اي مشكله. فانا كده دلوقتي لغيت السطر اللي فوق ده، كل الحكايه ان انا قلت له التي بي ال اللي هو الجدول بتاعي دوت لود يعني حمل لي في الجدول بتاعي الكوماند او النتيجه اللي هتتنفذ. كنا هنا بنقول له اكزيكيوت نان كويري، هنا بنقول له اكزيكيوت ريدر يعني اقرا لي ورجع لي البيانات. باختصار شديد اقرا لي نفذ لي ورجع لي البيانات خزنها لي في تي بي ال ده. طيب ده كده كنا عاملينه في الكورس اللي فات وهيشتغل مظبوط لو انت عاوز تعمله، بس في الكورس ده عاوزين نتعلم حاجه جديده مش عاوزين نقعد نكرر ويبقى احنا بنحشي فيديوهات على الفاضي. فهنيجي هنا نعمل حاجه اسمها اس كيو ال داتا ادابتور تمام، هنسميه مثلا دي ايه، هنقول بيساوي نيو اس كيو ال داتا ادابتور، وهنديله البارامتر بتاعي اللي هو الكوماند. طيب ايه اللي انت بتعمله ده؟ بص يا جماعه عندنا حاجه اسمها اس كيو ال داتا ادابتور. الاس كيو ال داتا ادابتور ده عباره عن كلاس تمام، عامل شبيه بالداتا تيبل بتاعنا ولكن شامل وبيكون فيه بعض المميزات، وبقدر ان انا بستخدمه في حاجه اسمها الديسكونكتد مود او الاتصال المنفصل.
هنشرح في دروس متقدمة شوية يعني ايه الاتصال، الوضع المنفصل والوضع المتصل. ده كده اللي احنا كنا شغالين بيه قبل كده، اسمه الوضع المتصل او الكونكتد مود. طيب النظام اللي احنا هنعمله ده دلوقتي اسمه الديسكونكتد مود، يعني هنتكلم عنه بالتفصيل اكتر ولكن قدام شوية. فاحنا دلوقتي خلينا ان احنا عاملين حاجة اسمها اس كيو ال ادابتور، تمام، وبنديها البارامتر الكوماند بتاعنا، تمام. طيب الكوماند بتاعنا يا جماعه اللي هو فيه ايه؟ اللي هو فيه الكونكشن واللي هو فيه البارامترات بتاعتي والكلام اللي احنا فاهمينه ده كله. هنيجي هنا نقول له الداتا ادابتر دوت فيل، يعني املاها لي بالتي بي ال، تمام. طيب يعني ايه برضو الحته دي؟ يعني دلوقتي الداتا ادابتر بيبقى بعد ما ينفذ الامر بيبقى فيه بيانات، فانا بقول له من فضلك البيانات اللي فيك دي او اللي راجعه حطها لي في التي بي ال، لان انا في النهايه عاوز اخد البيانات اللي راجعه لي واحطها في المتغير اللي اسمه التي بي ال ده، تمام. المهم فانا هنا هاجي اقول له تي بي ال، بعد كده اخر خطوه بقول له الدي اي او الداتا ادابتر دوت ديبوزيت، ديبوز، تمام. يعني ديبوز دي يعني كأن انا بقول له دوت كلوز او كونكشن دوت كلوز، تمام، يعني بتغنيني عن السطر ده. دلوقتي انا مش هحتاج الاوبن ومش هحتاج الكلوز لان انا دلوقتي شغال بوضع اللي هو الديسكونكتد مود او الوضع المنفصل، وزي ما قلنا هتكلم عليها في الفيديوهات اللي جايه باذن الله. طبعا هنيجي ناخد بقى هنا دي كوبي، تمام، وفي حاله الكاتش لو في اي مشكله هنعمل لها برضو ديبوز، تمام. وهنا في حاله الفاينالي او في النهايه برضو لازم نعمل لها ديبوز. طيب هو هنا المشكله ان هو بيقول لي ان الاس كيو ال ادابتر ده او المتغير ده هو مش عارفه، فاحنا هناخده ونعرفه فوق هنا تحت الداتا تيبل، تمام، وهنديله القيمه بتاعته بس كده هنا، فهو كده عارف، تمام. طيب هو هنا لسه معترض عليه ليه؟ طيب يا جماعه هو هنا معترض عليه عشان بيقول لي انت مديله القيمه بتاعته جوه التراي وهي ممكن ما تتنفذش، فالافضل ان احنا نمسحها من هنا ونسيبها بس في الفاينالي، تمام. طيب يبقى احنا كده باختصار شديد نمسح دول خلاص مش محتاجينهم، ونراجع تاني بسرعه اللي احنا عملناه. لو الناس اللي مركزه ومصحصحه معانا هتعرف ان احنا عملنا نفس الداله اللي فوق، مفيش غير تغييرات بسيطة ولكن هي نفس الفكرة. أول تغيير إن إحنا قلنا له عندنا بدل ما هي بترجع بول، يعني بدل ما بترجع ترو أو فولس، لأ إحنا دلوقتي عاوزين نرجع جدول، عاوزين نرجع داتا تيبل. تاني حاجة إن إحنا عرفنا هنا متغير تي بي ال، وطبعا إحنا حافظينه وهارسينه ونفس البارامترات اللي الدالة بتاخدها اللي هي الستورد بروسيجر والميثود بتاعتنا. بعد كده التغيير اللي حصل بعد كده إن إحنا عملنا متغير اسمه دي إيه اللي هو الداتا أدابتور، وإدينا له الكوماند بتاعنا. بعد كده عمل رجعنا البيانات اللي راجعه منه حطيناها في التي بي ال ازاي، لما قلت له دي اي دوت فيل دوت او بين قوسين التي بي ال، بعد كده دي اي دوت ديبوز يعني وقف لي الاتصال، تمام. طيب دلوقتي يا جماعه زي ما احنا قلنا تاني بنكررها وبنعيدها، احنا كان ممكن نعمل ايه؟ كان ممكن نقول له تي بي ال نفس النظام القديم بتاعنا، دي هتشتغل ودي هتشتغل، ولكن دي اسمها كونكتد مود ودي اسمها ديسكونكتد مود. هنشرح المزايا والعيوب اللي بينهم وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده. فاحنا المره اللي فاتت استخدمنا الكونكتد، المره دي بنستخدم الديسكونكتد مود، تمام. طيب احنا كده عملنا الداله بتاعتنا، ناقص ان احنا نستخدمها، ان احنا بقى نخش جوه البرزنتر والكلام ده كله. اول لما شاشه الدول دي تفتح يجيب لي بيانات الدول القديمه ظاهره هنا كده، وطبعا لما اجي اقلب في الاسهم بتاعتنا يقلب معايا زي ما احنا متعودين في من الفيديوهات اللي هي الكورسات اللي كانت قبل كده. طيب تقريبا برضو هنا عامل نفس المشكله دي، فاحنا ممكن نشيلها من هنا مفيش اي مشكله خلاص، تمام. هو برضو مش عاوز يعترف بيها لان هو بيقول انت معرفها لي هنا جوه التراي، تمام. طيب هو بيقول اضمن منين ان هي هتتنفذ، يعني ممكن مثلا الكود يجي لحد هنا ويضرب، فكده هنا مش هتاخد قيمتها. فهو هنا بيقول لي انت بتديني متغير مش متعين له قيمه او مش معمول له اساين لقيمه معينه، لان هو مش ضامن، تمام. ممكن الكود يوصل لحد هنا وتتعين له قيمه وممكن ما يوصلش، فالاحسن ان احنا نمسحها من هنا. وطبعا بنيجي في الاخر خالص بنقول له ريتيرن تي بي ال، يعني احنا لما نيجي نستدعي الجيت داتا
بنبعت لها الستورد بروسيجر والبارامترات بتاعتنا والبيانات اللي راجعه لنا بنستقبلها في التي بي ال بتاعنا. تمام، طيب هنقف لحد كده في الفيديو ده، وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدا ان احنا نعمل البيانات بتاعتنا ترجع في شاشه الدول في الداتا جريد فيو دي. استنوا.